تواصل قوات الاحتلال عرقلة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يأتي ذلك فيما تصطف مئات الشاحنات على امتداد الطرق المؤدية إلى أو من المنطقة اللوجستية بالعريش حتى مدينة رفح. المزيد يطلعنا عليها الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية. هذه البوابة التي يدخل منها أكبر عدد من الشاحنات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، هي البوابة الأهم والأبرز والأكبر التي تستقبل أعداد كبيرة من الشاحنات، لكن قوات الاحتلال ما زالت تعمل على عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث اليوم عن دخول 31 شاحنة، منهم 4 شاحنات للغاز، لم تفرغ إلا واحدة فقط حمولتها في الناحية الأخرى، وبعض الشاحنات ربما 3 أو 4 شاحنات فقط من أفرغوا حمولتهم في الناحية الأخرى، بالإضافة لرفض عدد 4 شاحنات للمواد الطبية. هذه البوابات من خلفي أيضا يعني كانت تستقبل من قبل المصابين الأشقاء الفلسطينيين يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، إلا أن قوات الاحتلال منذ أن احتلت معبر رفح الفلسطيني تمنع خروج المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. الصورة بالطبع تتحدث عن نفسها دائما، بوابة معبر رفح لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة، بالإضافة بالطبع للمجهودات المصرية لتجهيز هذه الشاحنات، فضلا عن المفاوضات المختلفة التي تطلقها مصر دائما وتستضيفها هنا في الأراضي المصرية. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح، والآن أعود إليكم.